يا صباح الخير وصباح الجمال وصباح السعادة على حضراتكم. بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شتكم صدى البلد. هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولحد الساعة 10. بالتأكيد عندنا مواضيع كتيرة ومختلفة أكيد هتعجبكم. بس قبل ما أقول أي حاجة لازم صباح على زميلتي فاتن. صباح الفل يا فاتن. صباح الخير يا غالية. يومك حلو يا رب إن شاء الله. يا رب كلنا يا رب وكل السادة المشاهدين صباحكم جميل وإن شاء الله يبقى يوم موفق واللي عنده حاجة إن شاء الله ربنا تبقى مقضية كده بإذن الله. وخلونا قبل بس ما نبدأ معاكم بنفكركم إن إحنا على الشاشة بيظهر صفحتنا على الفيسبوك عشان نتواصل مع بعض على مدار الحلقة وإن شاء الله فقراتنا تعجبكم. طبعا النهاردة شغلنا شاغل وكلامنا من أول اليوم لغاية آخره. النهاردة كلنا كده يفاتن من قبل الساعة 6 نكون قاعدين قدام الشاشات مستنيين نتابع ماتش مصر المهم جدا أمام منتخب الكوت ديفوار اللي هيكون في دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الأفريقية اللي بتقام في الكاميرون. طبعا المنتخب المصري بيضم نجوم كتير جدا وكل أمال المصريين النهاردة أكيد كلها على الفوز. كل الناس عايزة النهاردة أن يتبسطوا ويفرحوا بفوز المنتخب قدام الخصم العنيد اللي هيكون منافس قوي جدا لمنتخب الفراعنة النهاردة. حقيقة أن الشعب المصري كله نفسه يفرح والمنتخب بتاعنا النهاردة يتوج بالبطولة بإذن الله. ودايما كده يا رب نلاقي كل اللعيبة بتاعتنا في أدائها النهاردة عاملة مجهود كبير ويخلي الناس مبسوطة وفرحانة لأن حاطين أمال كبيرة قوي على اللعيبة اللي موجودة النهاردة وإن شاء الله يفرحونا يا فاتن. يا رب إن شاء الله. يا رب مصر كلها محتاجة تفرح وإحنا محتاجين الحقيقة الأخبار الإيجابية عموما يعني. ودايما الرياضة بتفرح كل الناس لكن الحقيقة لو اتكلمنا بجد واتكلمنا بقى يعني عايزين نقول على أرض الواقع في فرق كبير. لو حابين ان احنا نتكلم نظري المنتخب زي ما قالت داليا عندنا لاعبين من افضل اللاعبين الموجودين مش في مصر لا ده في القارة الافريقية ككل. لكن في حالة من عدم الانسجام في الملعب بتظهر وهي ده اللي احنا بنشوفه. احنا مش بنلاقيهم يعني ايه دايما الكرة رايح جاي لا احنا بنلاقي ان هم مش مفيش اي تعاون وما بتظهرش بالصورة اللائقة. احنا بنتمنى ان النهاردة ماتش النهاردة ما يبقاش كده. لو اتكلمنا عن التاريخ للمنتخبين فهم قبلوا على مدار يعني التاريخ الرياضي 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية. مصر فازت 10 مرات وتعادلت في 6 لقاءات وخسر الفراعنة زي يعني حوالي 6 مرات. طبعا يا رب كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة بنتمنى الفوز بس بنأكد ان احنا محتاجين ان اللعيبة بتاعتنا يظهروا بشكل افضل من كده لان هم مهاراتهم تستحق. والله يا فاتن انا حاسه ان هم يمكن كل ماتش بيحاولوا يتحسنوا عن المره اللي قبلها وحجم المسؤوليه اللي بتكون عليهم وهم بيلعبوا لان هم عارفين ان ملايين الناس بتتفرج عليهم ومستنيين فرحه واحده بس في الجون يعني. فان شاء الله نتفائل النهارده ان شاء الله هنكسب باذن الله. اتوقع الفوز وكل المصريين يكونوا سعداء ومبسوطين يا رب باذن الله النهارده. خلينا بقى نقول لكم فقراتنا ايه النهارده. عندنا فقرات متنوعه ان شاء الله هتعجبكم. في البدايه مع ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف هيكون معنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري رئيس تحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. معنا كمان في فقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن ملف هام وهو عن السياحة المصرية آخر تطورات السياحة. عارفين أن السياحة طول عمرنا بنقول عليها أنها أهم مصدر من مصادر الدخل القومي. عانت بعد 2011 طبعا معاناة شديدة تأدى أن القطاع نفسه اتأثر والعاملين داخل القطاع في ناس قعدت في بيوتها علشان ما عندهاش يعني فرصة العمل نتيجة لتأخر السياحة. مصر بدأت تستعيد ده عندنا تطورات كبيرة هنعرفها من خلال ضيفنا دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين يا فاتن فقرة طبية. هنتكلم النهاردة عن مرض وأمراض الذكورة وهيكون معنا دكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال. خلينا كده دلوقتي نبدأ أولى فقرات البرنامج ونطمن حضراتكم على حالة الطقس اللي طبعا برد جدا. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، تعالوا بقى نتعرف مع حضراتكم على حالة الطقس، لأن الحقيقة احنا بقالنا يعني كام يوم الدنيا صعبة جدا، والأيام دي كمان احنا متوقعين زي ما هيئة الأرصاد الجوية قالت إن طقس اليوم هيبقى شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ربما بيصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. هقول لحضراتكم بعض الدرجات المتوقعة، درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على محافظات الجمهورية: القاهرة هتبقى العظمى 12-6، اسكندرية هتبقى 13-9، الإسماعيلية 13-7، الدقهلية 12-7، الغردقة 18-12، المنيا 14-3. وكمان بالنسبة للعواصم العربية والعالمية: درجة الحرارة في الرياض العظمى 28 والصغرى 14، أبو ظبي 23-16، أنقرة سالب 2 سالب 13، لندن 6-4، واشنطن 0-8، بكين 3-7. يعني درجات الحرارة يعني زي ما حضراتكم شايفين، وإحنا إحساسنا بالبرودة كمان أكتر بكتير. بعد ما تعرفنا كده على أحوال الطقس النهاردة، خلينا كمان نعرف حضراتكم على أسعار العملات والذهب النهاردة أخبارها إيه. وهنبدأ أولا بأسعار العملات، وهنبدأ بالدولار الأمريكي. دولار الأمريكي سجل للشراء 15.64 جنيه، أما للبيع 15.74 جنيه. اليورو سجل 17.62 جنيه للشراء، أما للبيع 17.83 جنيه. والجنيه الاسترليني سجل 21.01 جنيه للشراء، أما للبيع 21.24 جنيه للشراء. الريال السعودي سجل 4.18 جنيه للشراء، أما للبيع 4.19 جنيه. بينما الدينار الكويتي سجل 49.74 جنيه للشراء، أما للبيع 52.06 جنيه. خلينا كمان نطمن حضراتكم على أسعار الذهب النهاردة أخبارها إيه، ونبدأ أولا بعيار 18. عيار 18 سجل 688 جنيه، عيار 21 سجل 803 جنيه، وعيار 24 سجل 918 جنيه، والجنيه الذهب سجل 6424 جنيه.
رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وخلونا بقى دلوقتي كده نروح لشويه نشاط، شويه رياضه وشويه حركه. انا عارفه ان الجو برد جدا، بس لو حاولنا نلعب رياضه اول ما نبدا يومنا جسمنا هيفرق معانا جدا. خلينا نشوف الرياضه بتاعتنا فيها ايه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدينا. النهارده عايزين نعمل تمارين تقويه لكل عضلات الجسم مع شويه كارديو خفيف. احنا زي ما قلنا ان تمارين الكارديو بتفيد عضله القلب، وفي نفس الوقت بتوصل دم لكل عضلات جسمنا. هنبتدي مع بعض بالتسخين. طيب احنا بنسخن، نبتدي من تحت لفوق، صوابع كعب في مكاني، هسرع الحركه شويه وابتدي اسرع في مكاني كاني بجري في مكاني. قادر اجري في الشارع، قادر اجري عندي مشايه في البيت، اقدر اجري عليها، اقدر اعمل نط الحبل لمده دقيقه لثلاث دقائق خطوه للجنب في مكاني، بعد كده لورا في مكاني. ثلاث تمارين تسخين لو انا ما عنديش اوبشن الجري بره او المشايه. ففي مكاني مشي، اسرع للجنب، وبعد كده لورا كده. احنا خلصنا التسخين بتاعنا، بياخد تقريبا معانا من 3 ل 5 دقايق واحنا في البيت. هنبتدي باول تمرين، تمرين السكوات. زي ما قلنا تمرين السكوات من تمارين الفانكشن اللي هي مهمه جدا لعضلات الرجلين، بتقوي عضلات الرجلين. والتمرين ده كلنا بنعمله طول اليوم، نقعد على الكنبه، بنقعد على الكرسي في المكتب، نقعد في العربيه. نقعد ازاي؟ ركبي مش رجلي كتفي على خط واحد، هنزل واقف. التمرين ده بيشد وبيقوي عضلات الرجلين. هبتدي اصعب الموضوع، ان انا هاخد خطوه وانا بمشي، همشي وانا بعمل السكوات. مش لازم انزل الفول رينج، مش لازم انزل لغايه الاخر، بس انا هنزل كاني بمشي. هنمشي بالجنب، واقف الخطوه، هاخد خطوات بتاعتي للجنب، ثلاث خطوات وثلاث خطوات الجنب التاني. في مكاني واقفل وافتح، هنا واقفل وافتح، هنزل سكوات، اقفل رجلي وافتح. هنصعب الموضوع، سكوات واقف، سكوات واقف. ممكن ان انا اسند على حاجه علشان اعلي ضربات القلب واحافظ على التوازن بتاعي. طب بعد كده هنثبت في مكاننا وناخد خطوات اللونج ونقف، لونج ونقف. زي كاني بمشي، ركبي ما تعديش مشط رجلي، رجليا اللي ورا نفس الموضوع ما تعديش، تنزل زاويه 90 درجه. خطوه لقدام وخطوه. هبتدي من هنا خطوه للجنب. هنصعب الموضوع شويه، واحده قدام وواحده للجنب. الرجل الثانيه خطوه، بنزل، ظهري مفرود، ركبي ما تعديش مشط رجلي، هنزل. ارجع لمكاني واخد خطوه للجنب. هعيد معاكم التمارين تاني. اول تمرين كان معانا بعد التسخين سكوات بس 10 عدات. بعد كده هنمشي بالسكوات لقدام، هنقوي عضلات رجلينا وما نطلعش لفوق، نرجع لورا. هنمشي بالجنب، نرجع ثلاث خطوات للجنب التاني. هناخد لونج لونج، هنصعب الموضوع شويه وناخد لونج لقدام وسكوات للجنب. خطوه لقدام، سكوات للجنب، الرجل التانيه وسكوات للجنب، لقدام وسكوات. دايما اخلي بالي مشتي الاثنين على خط واحد. اخر تمرين معانا سكوات، وقف وقف، اعمل نطه صغيره واقف رجلي وانزل بوزني كله على رجلي واخلي بالي من وضع الامان. صعب هنسهله، هقفل رجلي وافتح وانزل سكوات، اقفل وافتح وانزل سكوات. كده احنا شغلنا عضله القلب، عضلات الجسم، وقوينا عضلات رجلينا. صباح الخير عليكم. خلونا
خلونا بقى دلوقتي كده نطمن حضراتكم على الحالة المرورية. يمكن من أول الأسبوع كده وكل الناس كانت بتتكلم تحديدا على يوم الأربعاء النهاردة، وكل الناس متخوفة من درجة الحرارة النهاردة تحديدا، فناس كتير قررت أنها تستريح النهاردة، ما تنزلش أولادها المدارس، ويمكن في بعض المدارس كمان واخدين أجازات، واسكندرية المدارس فيها بالفعل أجازة. فخلينا كده نطمن ده مأثر على الحالة المرورية النهاردة ونظام الشوارع بتاعتنا ايه من خلال زميلنا هاني نحاس من الإدارة العامة لمرور الجيزة. صباح الفل يا هاني، وعايزين نطمن منك كده طبعا على الحركة المرورية النهاردة، أخبارها ايه خصوصا الدنيا برد جدا والناس قاعدة في البيت. صباح الفل يا داليا، وصباح الفل على السادة المشاهدين. زي ما قلت يا داليا، في تحذيرات تقريبا من يوم السبت من هيئة الأرصاد الجوية، ان خلي بالكم من الاربع، ان اللي ما عندوش مشوار مهم جدا يوم الاربع ما ينزلش بسبب التقلبات الجويه. طبعا واحنا جايين هنا على الاداره العامه لمرور الجيزه بدات فعلا التقلبات الجويه السريعه، كان الجو لطيف لما اتحركنا من المهندسين، مره واحده الدنيا غيمت ومره واحده الدنيا مطرت. لحد دلوقتي في الجيزه الحاله المروريه بتسير بشكل كويس، تقريبا كده الناس تنبهوا لتحذيرات هيئه الارصاد الجويه وما فيش ناس كتير نزلت، ولكن دلوقتي في الجيزه وفي القاهره في مطره لازالت ما بين متوسطه وغزيره، ولكن يعني واضح كده ان السماء النهارده هيكون يوم طويل شويه في موضوع المطر. دايما بنأكد طول الوقت ان في حاله التقلبات الجويه وخاصه زي ما حذرت هيئه الارصاد الجويه انها تكون سريعه مع سرعه الرياح، بننبه كل الناس والمشاهدينا خلوا بالكم لو طول ما الدنيا بتمطر مشغل الويتنج ما بتجريش، بتمشي بسرعه بتسمح انك انت تكون فيه بشكل امن، المساحات شغاله طول الوقت. ان شاء الله اليوم النهارده يعدي على خير. خليني قبل ما نخش بقى ميدانين على محافظه الجيزه نطمن على الشوارع والمحاور. النهارده عندنا اغلاق منزل الدائري باتجاه كورنيش المعادي لمده شهر تزامنا مع تنفيذ اعمال توسعه الطريق الدائري في المسافه من البحر مطلع البحر الاعظم حتى منزل المعادي على ان يكون الطريق البديل امام حركه السيارات المنزل المتجه الى قصر النبي. ده طبعا النهارده تم غلق هذا المنزل من الساعه 6 الصبح النهارده لمده شهر. كذلك تزامنا مع تنفيذ اعمال تركيب القمر المعدني بقسم الطريق الدائري تم غلق شارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه مع اسفل الطريق الدائري وذلك لمده 7 ايام ابتداء من امبارح وحتى الاثنين اللي جاي من الساعه 12 بالليل لحد الساعه 6 الصبح. هنقول على المحاور البديله، حركه السيارات القادمه من ميدان الجيزه عن طريق شارع ربيع الجيزي وترغب بالسير في اتجاه ميدان عن طريق شارع ربيع الجيزي وترغب في السير في اتجاه ميدان المنيب، تقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنه امام سوق السمك والعوده مره اخرى واستكمال السير حتى شارع الكولدير ثم الدخول يمينا بشارع الكولدير وصولا الى شارع البحر الاعظم ثم السير بشارع البحر الاعظم وصولا حتى ميدان المنيب. ده كان بخصوص التحويلات المروريه بعد غلق الشارع الجيزي لتركيب القمر المعدني. لو جينا هنا داليا على ميدان الرمايه، طبعا واضح جدا من خلال حتى كاميرات المراقبه اللي موجوده لمتابعه الحاله المروريه في ميدان الرمايه ان في هناك امطار في ميدان الرمايه زي ما بيظهر في المشهد، ولكن الحمد لله لا زالت هناك سيوله مروريه في القادم من ميدان الدائري وميدان الرمايه الى طريق الفيوم والقادم كذلك من الفيوم اتجاه شارع الهرم، هناك سيوله مروريه. كذلك في الحصري في اكتوبر برضو واضح ان هناك امطار موجوده في اكتوبر وفي ميدان الحصري، والحمد لله ما فيش كثافات مروريه، ما فيش ازدحام مروري، هناك سيوله مروريه. خلينا نتنقل للدقي. الدقي كذلك يعني كوبري الدقي فاضي زي ما احنا شايفين كده، سيوله مروريه في القادم من جامعه القاهره وميدان الجيزه والمتجه الى مناطق المهندسين وشارع البطل احمد عبد العزيز سيوله مروريه كامله، كذلك القادم من مناطق المهندسين الى الدقي سيوله مروريه كامله. واحنا بنتكلم في الساعات الصباحيه كل يوم في الساعه 8 واحنا بنطلع نتكلم على الحاله المروريه كان دايما المناطق دي بيكون فيها بعض الازدحامات. كذلك القادم من ميدان الجيزه في شارع التحرير بدات تظهر بعض الكثافات، ولكن على غير المعتاد يعني الكثافات المروريه في شارع التحرير المتجه الى ميدان الجلاء كانت بتبقى اكتر من كده بكتير. كذلك القادم من ميدان الجلاء والمتجه لشارع السودان في سيوله مروريه كامله. خلينا برضو نروح للجيزه، كوبري الجيزه المعدني هناك سيوله مروريه في القادم من ميدان الجيزه الى جامعه القاهره سيوله مروريه كامله، كذلك والمتجه لشارع مراد والقادم من شارع مراد الى ميدان الجيزه وشارع الهرم، كذلك القادم من ميدان الجيزه ومناطق
الفرنيش ومصر القديمه، هناك سيوله مروريه كبيره، واضح ان الناس خدت تحذيرات هيئه الارصاد الجويه ماخذ الجد. خلينا نشوف ميدان الكتكات، برضو واضح ان الدنيا مطرت في الكتكات، ولكن سيوله مروريه كامله في القادم من مناطق العجوزه والدقي والمتجه الى امبابه، كذلك القادم من امبابه والمتجه الى مناطق العجوزه هناك سيوله مروريه كامله في ميدان الكتكات. لو اتنقلنا لكوبري اكتوبر الى حد ما، يعني القادم من مناطق صلاح سالم والشاشه وصلت، خلينا نقول كان في سيوله مروريه على كوبري اكتوبر، حتى الان لم تظهر اي من التكدسات على كوبري اكتوبر. خلينا كذلك نتنقل لميدان الجلاء في الدقي، هناك سيوله مروريه كامله في ميدان الجلاء القادم من الدقي، ده اسم الدقي المتجه الى مناطق وسط البلد وميدان التحرير، كذلك القادم من مناطق وسط البلد والمتجه الى العجوزه المتجه الى الدقي سيوله مروريه كامله في ميدان الجلاء بالدقي. خلينا نتكلم على ميدان السفنكس وتحديدا كوبري 15 مايو القادم من مناطق وسط البلد ومتجه الى محور 26 يوليو، هناك سيوله مروريه كامله، وميدان لبنان كذلك القادم من المحور والمتجه الى مناطق وسط البلد، يعني بدات ظهور بعض الكثافات، يعني الكثافات دي لسه ظاهره من دقائق امام نادي الزمالك، ولكن برضو يعني لو بصينا لحد هنا الكثافات المروريه تقريبا بتبدا هنا من مطلع الكوبري، فالحمد لله مفيش كثافات مروريه زي كل يوم. كذلك المتجه لشارع احمد عرابي هناك سيوله مروريه، والقادم من شارع احمد عرابي، شايفين المشهد النهارده في شوارع ومحاور الجيزه في سيوله مروريه الى حد كبير، الناس خدت تحذيرات هيئه الارصاد الجويه بالتقلبات الجويه المتوقعه النهارده واللي بدات من شويه في سرعه الرياح وبعض الامطار. ان شاء الله يكون يوم لطيف ويعدي على خير على كل الساده المشاهدين. شكرا جدا يا هاني، يعني بشكرك على النقل الدقيق كده للحركه المروريه النهارده. يمكن زي ما قلت كده في مناطق كتير فعلا باين ان في سيوله مروريه، والحمد لله ان الناس اهتمت النهارده وخدت الكلام بجديه، واتمنى فعلا ناخد بالنا، ولما يكون في بس مشوار ضروري حضرتك تقدر تنزل، غير كده ترتاح النهارده في البيت، ودايما يا رب توصلوا بسلامه وامان. خلونا بقى دلوقتي كده ناخدكم لموجه صباح البلد مع زميلتنا فاتن. مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم مرة أخرى وآخر وأهم الأخبار. يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اليوم فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل. وتحل اليونان ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض الذي يضم 879 جناحا، فيما يبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيل. تواصل وزارة الصحة والسكان لليوم الثاني على التوالي إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية كافة، وذلك بمحافظات الجيزة، الأسكندرية، أسيوط، قنا، سوهاج. يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم عبر الفيديو كونفرنس حول مستجدات جائحة كورونا من الأدوية واللقاحات والتحورات الجديدة ووضع إيميكرون في ليبيا وجهود الاستجابة. ورياضيا، تقام اليوم مباراتان في إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كوتيفار في 6 مساء على ملعب جاباما بمدينة دوالا الكاميرونية، كما يلتقي منتخب مالي مع غينيا الاستوائية في 9 مساء. وتقام اليوم 3 مباريات في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك في 2:30 ظهرا، حيث يلتقي فريق المصري مع فيوتشر اف سي، وفريق الاتحاد السكندري مع مصر المقصة، وإسترن كامباني مع بيراميدز. إلى هنا انتهى موجز الأخبار، فاصل ونعود لحضراتكم. مشاهدي الكرام، بجد التحيه مره ثانيه لحضراتكم. وصلنا دلوقتي لفقرتنا الاخباريه اللي بنناقش فيها اهم الاخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. شرفنا ومنورنا فقرتنا الكاتب الصحفي الاستاذ عادل اسنهوري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على كل مشاهدي صدى البلد،
ودايما بسعد بكون معاكم. شرف لينا يا فندم. خلينا يعني هنبدا الحقيقه اخبارنا من زياره هامه من رئيس دوله الجزائر، وانطلاقا من الروابط التاريخيه التي تجمع بين جمهوريه مصر العربيه والجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، قام رئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه بزياره اخوه وعمل للقاهره يومي 24 و25 من يناير 2022، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم استقباله بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي والتي تلاها عقد لقاء منفرد بين الرئيسين، كما تم عقد جلسة مشاورات موسعة ضمت أعضاء وفدي البلدين. وعلى صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، شدد الرئيسان على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على المستويات العربية والإفريقية والمتوسطية والدولية، مؤكدين على ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بما يعظم مصالح الشعبين الشقيقين. وفي هذا السياق استعرض الرئيسان القضايا المطروحة على الساحة العربية، حيث أكد على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، وشدد على ضرورة تعزيز مفهوم الدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها لتلبية طموحات الشعوب العربية ورفض محاولة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية. واتفق على أهمية دعم أطر وآليات العمل العربي المشترك وجهود جامعة الدول العربية ذات الصلة بما يصون المصالح العربية. نتابع هذا التقرير عن الزيارة ثم نعود للتعليق مع الأستاذ عادل السنهوري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة، عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس الجمهورية الجزائرية ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ليومين، والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر والجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة. علاقات تاريخية طويلة جمعت بين مصر والجزائر على مدار تاريخ البلدين الحقيقة، وكانت دايما يعني في محطات فارقة، لكن في النهاية بيبقى للشعب المصري والشعب الجزائري حتى على المستوى الشعبي والمستوى الحكومي دايما بيبقى في توافق في الرؤى. أستاذ عادل، الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت، وخاصة أن كان فيها تمهيد كمان قبل كده الأسبوع الماضي من وزير خارجية الجزائر، الاستقبال اللي احنا شفناه، يمكن احنا واحنا بنشاهد التقرير حضرتك حتى قلت
قلت ان استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في المطار ما كانش فيه قوي البروتوكولات الرسميه بتاعه يعني عارفه كان بصراحه يعني كانت البدايه يعني ديك مبدا بتعكس مدى يعني حميميه العلاقه بمصر والجزائر صح. عمق العلاقه التاريخيه بمصر والجزائر يعني استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لاخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والاحضان المتبادله رغم الاجراءات الاحترازيه والوقوف المتكرر من المطار لصاله الاستقبال اعتقد ده كان يعطي مؤشر لعمق هذه العلاقة لأنها علاقة تاريخية يعني مؤسسة مش عايز أقول معمدة بالدم حتى ما بين البلدين الشقيقين وبينهم لأنه دول أكبر بلدين عربيين في أفريقيا ولهم الثقل كدولة محورية وهي مصر ودولة تلعب دور مهم سياسيا وأمنيا في الغرب والوسط الأفريقي وهي الجزائر فدائما العلاقات ما بين البلدين هي مؤشر لأي أحداث حالية أو مستقبلية في المنطقة يعني لما تيجي تقول لمصر والجزائر على طول يتداعى إلى ذهنك الدعم المصري اللامحدود للثورة الجزائرية من 64 الرئيس عبد الناصر وده كمان أدى إلى مصر تحملت تبعات العدوان الثلاثي فرنسا دخلت مصر عشان الجزائر الموقف الجزائري الرائع من الرئيس هواري البيضاء من بعد 67 لغاية 73 دعم غير محدود سواء بالمال أو العتاد أو السلاح لدرجة أن الجيش الجزائري هو ثاني أكبر جيش صحيح. عربي شارك في الحرب بعد سوريا أكثر من 2000 ضابط وجندي وصف ضابط إضافة إلى 50 طائرة حديثة من الميج والسخري والمركبات الأخرى وأعتقد كمان الموقف الرائع اللي قام به هواري بوميديان الاتحاد السوفيتي لما الاتحاد السوفيتي تباطأ وتكاسل في إمداد مصر بها السلاح أثناء الحرب فكتب لهم شيك على بياض يعني اكتبوا المبلغ اللي انتوا عاوزينه مقابل إمداد مصر بالسلاح محطات كثيرة علاقات ثقافية وعلاقات اقتصادية تتكلمي على فيلم جميل أبو حميد على سبيل صحيح. المثال سنة 58 قوة النعم فنانة ماجدة النشيد الوطني الجزائري في الموسيقار كان إهداء من تلحين موسيقار محمد فوزي صحيح. يعني عشان بس الناس ما تنساش الحاجات دي اللي دي علاقات فعلا علاقات تاريخية حقيقية راسخة بمعنى صح واستمرت طوال الوقت حتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتقد كانت اول زياره خارجيه للرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 يونيو 2014 كانت للجزائر صحيح. ده كان لها مؤشر مهم جدا يدل على مدى الثقه ما بين البلدين وعمق العلاقات واهميه العلاقات ما بين بلدين يمثلان يعني عمق للعلاقات العربية في الجانب الأفريقي أو في النظام الإقليم العربي ككل توقيت الزيارة مهم جدا الجزائر تستضيف القمة العربية القادمة في مارس ومعنى تستضيف الدولة بحجم الجزائر القمة العربية زي بالضبط مصر لما تستضيف القمة العربية الكل ينتبه لما سيحدث من تطورات إيجابية على مستوى العلاقات العربية عندما تستضيف الجزائر القمة القادمة قضايا كثيرة جدا تم التشاور حولها ما يربط ما بين البلدين في التنسيق بين المواقف السياسية الكثير جدا وخاصة قلنا في القضايا الإقليمية حتى والقضايا الداخلية الجزائر على مستوى الداخلي عانى من الإرهاب مصر صحيح. عانت من الإرهاب والآن الإرهاب يتحرك ناحية الغرب الوسط الأفريقي وأعتقد أن التنسيق بين البلدين في هذا الجانب مهم جدا ولهم خبرة كبيرة جدا في مواجهة الإرهاب والحركات الإرهابية مثل داعش الموقف في ليبيا هناك تطابق تام وتفاهم تام حول ضرورة دعم المسارات السياسية للحل الليبي وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة وخروج القوات الأجنبية من ليبيا يعني ده برضو إحدى المنفات المهمة موقف الجزائر طبعا من الحقوق المائية المصرية موقف واضح تماما صحيح. موقف مشرف تماما وداعم للحقوق المصرية
في مياه نهر النيل. فاذا هي ملفات كثيره عندنا، ملفات دعم العلاقات العربيه. فكره انه الان التناقش حول عوده دعم الدوله الوطنيه في سوريا، ومساله احتماليه مناقشه المقعد السوري ان تعود سوريا مره اخرى، يعني مساله الراب الصدع في العلاقات العربيه زي ما شفنا في الفتره اللي فاتت، يعني التقارب اللي حصل بين مصر ودول وقطر على سبيل المثال. مصر دائما تدعم الدوله الوطنيه، ومن وفي القلب منها الملف السوري والملف العراقي، موضوع اليمن، كل هذه القضايا مشتركه اعتقد هتكون كانت على راس المشاورات والبحثات ما بين الرئيسين. فبالتالي انا من وجهه نظري دائما العلاقات المصريه الجزائريه هي نموذج حقيقي للعلاقات بين البلدين. المستوى الاقتصادي على فكره عايز اقول لك ان اكبر استثمارات العربيه في الجزائر الاستثمارات المصريه. صحيح. تقريبا 3.5 مليار دولار، التبادل التجاري تقريبا اقترب من نص مليار دولار، واتمنى انه يزيد. الشعب المصري كمان عشان ما ننساش، الشعب المصري لا ينسى موقف الجزائر في دعم مصر اثناء ازمه، لو تفتكر ازمه الانابيب المتجاز. اعتقد انه اتفتح خط ملاحي من الجزائر الى مصر، وهذا موقف مشرف جدا بعد ثوره 30 يونيو تحديدا ومحاوله افتعال الازمات. والجزائر كانت يعني من الدول الداعمه بشده. صحيح. في ملف المحروقات في دعم مصر في هذه الفتره. فانا اعتقد ان دي علاقات يعني اعتقد راسخه تنتقل الان لمراحل يعني اكثر اشراقا بنقول فيها، اللي هي مرحله الشراكه والتعاون المشترك، من المرحله التاريخيه للتعاون لمرحله الشراكه، وخاصه ان هما الدولتين الاهم والاكبر عربيا في الجانب الافريقي. صحيح. ننتقل لخبر آخر، وهو تدوينة للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث هنأ الرئيس المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 من يناير، داعيا الجميع لاستنهاج الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر. قال الرئيس: سيظل يوم 25 من يناير خالدا في ذاكرة المصريين، يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب، وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب المصري، وهو ما طلب به المصريون في ثورة 25 من يناير. وتابع الرئيس: إنني إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة 25 من يناير، أدعو الجميع لاستنهاج الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر. يعني إحنا شفنا، يعني عايز أقول إن رجال الشرطة وعيدهم إحنا حسينا بأهمية ده. يمكن قبل 25 يناير كان دايما في محاولات لتشويه جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية، شفنا حاجات كتير قوي، يعني لما بنقعد بقى نفتكرها دلوقتي بنعرف إن كان اللي حاصل كان مقصود يحصل بعد 25 يناير. لكن الناس لما حصل 25 يناير وحصلت الأزمة الكبيرة جدا، وكان في انسحاب من الشرطة طبعا في الشوارع، وبدأنا نشعر بالفوضى، الناس كلها بدأت تدرك أهمية وجود رجل الشرطة في الشارع. كانت الناس ما بتعرفش حتى تنزل تشتري الحاجات وشفنا بقى حاجات كتير. يعني أشكرك جدا على اللي أنت فتحت الموضوع ده، لأن أنا عايز أخد كلمة لو تدونة الرئيس لحاجة تانية خالص. احنا لو نتذكر من ساعة الرئيس ما تولى مقرد الحكم في 2014، هو دائما يشير ان هذا اليوم يوم خالد وتاريخي في حياه المصريين. صحيح. بمناسبه العيد والثوره. صحيح. طوال الوقت ما حدش يعني لاحظ انه هو دائما ما يبعث رساله، وتحديدا عندما يقول ادعو الجميع لاستنهاج الهمم من اجل مستقبل، يعني فكره الخصام المفتعل ما بين العيد والثورة كانت مقال بهذا المعنى. التمحور الموجود بهذا المعنى ده لمجموعة أعتقد أن هو في نفوسها مرض وغرض، يعني فكرة دائما ما أضع مناسبة 25 يناير في مواجهة الأخرى. أعتقد دي يعني جريمة لا تغتفر، لأن إذا كنت عايز ألغي عيد الشرطة فمعنى ذلك أن أنا بلغي فترة مجيدة وخالدة في تاريخ المصريين في مقاومة استعمار. صحيح. بريطاني، او حتى لو عاوز اللي بيقول لك انه احتفال بعيد الشرطه هو ضد، هذا خصام مفتعل يعني يقوم به كل من
كل ما نستفاد وقفزوا على هذه. انا عايزه كمان اقول للناس اللي بتعمل ده وبتحاول ده، خليها تقرا شويه في تاريخ مصر لو تحديدا موقعه الاسماعيليه دي، ويدوروا في كتب التاريخ. الموقعه دي لما اتكتبت في التاريخ مكتوبه بشكل يعني الحقيقه يبين قد ايه المصريين دول يعني في منتهى العظمه. يعني عايز اقول لك ده تاريخ. بصي نضالات الشعوب وكفاحات الشعوب هو تراكم، صحيح، واخد بالك؟ لا يمكن ان افصل ثوره عن ثوره، هي كلها توصل للمعنى الاسمى، صحيح، وهو التحرر والاستقلال. هو ده كان المقصود، ما قام به رجال وبواسل الشرطه في الاسماعيليه. بالمناسبه كان في اطار ثوره كبيره في منطقه القناه، صحيح. لا ننسى التجار المصريين اللي امتنعوا عن توريد الاغذيه للجيش البريطاني، لا ننسى انسحاب اكثر من 91 الف عامل مصري من المعسكرات الانجليزيه، صحيح. لا ننسى حملات التطوع للشباب المصري لمقاومه الاحتلال الانجليزي في منطقه القناه. فبالتالي لما اجي اقول التضحيات ديت ان انا الغيها بجره قلم، وان البعض للاسف بعد 25 يناير 2011 قال لك التاريخ يبدا الان وليس هناك تاريخ بعد قبل ذلك، فهذا كان ينم عن جهل فاضح لمساله الجهل بتاريخ الشعب المصري وكفاحه ونضاله وتضحياته بما فيها جهاز الشرطه. هذا ده جهاز لا يمكن ان انا احمل جهاز او اعاقب جهاز ل سلوكات فردية حدثت، لكنه جهاز له دوره الوطني في كل مراحل التاريخ المصري، وأعتقد أنه ضحى بما فيه الكثير في المراحل الأخيرة ودفع ثمن باهظ للأمانة. ما اللي احنا شفناه في الاحتفال يعني الكم يعني المشاعر الإنسانية اللي أهالي الشهداء والأطفال واللي احنا واللي تابع الحقيقة الاحتفالية شاف قد إيه مدى التطور في أداء جهاز الشرطة على مدار السنوات. لا هم وصلوا فعلا لدرجة اللي هو فعلا تقعد كده وتقعد مطمن. بالتأكيد يعني اللي يقول ان دي ضدها، اذا انت كنت شايف ان 25 يناير هي كانت يعني انتفاضه ضد جهاز الشرطه او مرسلات الشرطه، ما كانتش ثوره بتطالب بالعداله والحريه والتغيير. فهذه كانت نظره قاصره، لا يمكن ان اضع مناسبه وطنيه ضد مناسبه في مواجهه مناسبه وطنيه اخرى ابدا، ولا هذا اعتقد يعني يعد قصور في التفكير وقصور في الرؤيه الوطنيه وفي الايمان بكفاح الشعب المصري. جهاز الشرطه اعتقد او افراد الشرطه ضحوا وقدموا ارواحهم فداء منذ 52 ضد الاحتلال البريطاني، وعندنا نماذج كتير حتى قبل 52 نماذج بطوليه من افراد الشرطه ضد الاحتلال الانجليزي يعني، ثم الى مقاومه الارهاب سواء في الداخل او في سيناء. كمان يا استاذ عادل في نقطه مهمه، هو اللي بيتكلم عن جهاز الشرطه، هو بس هو السؤال هو هل يستطيع ان هو يقوم باللي بيقوم بيه ضابط الشرطه؟ يعني اللي واقف يضحي بنفسه في شيء عنده ولاده وعنده بيته، خلينا نقول يعني هي نظره انسانيه، كل واحد عايز يحافظ على حياته ويحافظ على ويبني مستقبله ويعيش، يعني يعيش الحياه. الناس دي ما بتعيش الحياه، الناس اللي احنا شفناها يعني اللي احنا شفناه في الاحتفاليه، الزوجات اللي ترملوا وهم لسه صغيرين، الاطفال اللي نفسها بس مجرد انها تقول احكي له انا عملت ايه في المدرسه ويحكي لي هو عمل ايه في شغل، يعني الضغوط اللي بيتعرض لها، الضغوط اللي بيتعرض لها النفسيه يعني بالتاكيد هم بشر زينا. انت بتتكلمي على انت بتروحي تعملي محضر او تعملي اي شيء في اسم خدمه مدنيه في اسم الشرطه او بطاقه او الاخره، طب انت فرد، هو بقى بيقابل يعني عشرات ومئات الافراد يوميا، فهذه ضغوط بتبقى على فرد الشرطه. لكن هناك تضحيات اخرى في جانب اخر للحفاظ على الامن. لما نيجي نقرا التقارير اللي اتعرضت اثناء الاحتفال على جريمه في الامن الجنائي، الانخفاض اللي حصل من 2014 حتى الان، فده اعتقد يدل على الجهود اللي قامت بها جنبها جهاز الشرطه وافراد الشرطه والتضحيات اللي قدموها في سبيل ان الشعب المصري يسير امنا ويعيش امنا في وطنه. يعني انت بتتكلمي يعني في سنوات قليله جدا استطاع جهاز الشرطه مع اجهزه الامن الاخرى انه يعيد الاستقرار الى الداخل المصري وتامين الحدود بنسبه يعني تكاد تصل الى نسبه كبيره جدا، بدليل ما يتحقق على ارض مصر. لا يمكن ان تكون هناك تنميه بدون امن،
يعني كل هذه المشروعات العملاقة في كل مكان في مصر، ازاي كنت انا اقدر اعملها بدون ما يكون في قوات امن وجهات شرطة يحميها؟ وإلا كانت تصبح يعني نهبا لأي طرف يريد الإضرار بهذه المشروعات. فبالتالي وجود الأمن هو الذي جعل العالم الآن يتدفق إليك أو يأتي إليك للاستثمار فيما تقوم به، ويدعمك ماليا ويقدم لك الدعم المالي في كافة المشروعات الكبرى التي تقومين بها. كل ذلك لو لم يكن هناك الأمن ما كانش بتاع بعض الممارسات بتحصل في أي دولة. صحيح صحيح. وبنشوف الأمن في أوروبا بيتعامل إزاي. بالزبط. عشان بس ما حدش يقول الأمن في أوروبا بيتعامل بمنتهى القسوة مع أي. اسمح لي أستاذ عادل، لأن الحقيقة إحنا وصلنا خبر حزين ومؤسف، لأن الحقيقة يعني الصحافة المصرية فقدت قامة وقيمة كبيرة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق توفاه الله منذ قليل بعد فترة مرض قصيرة. الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق قدم الكثير والكثير في عالم الصحافة المصرية وتتلمذ على يد العديد والعديد من الصحفيين الموجودين على الساحة الآن. رحلة طويلة ومسيرة طويلة قام بها هذا الكاتب، ننعي ببالغ الحزن والأسى أسرة الكاتب الصحفي والشعب المصري الذي فقد كاتب كبير عظيم كانت آخر أعماله منذ أيام قليلة، كانت سنوات 50، الكتاب الذي تحدث فيه عن تاريخ مصر ما بعد 25 من يناير، مذكرات كانت من الواقع الحقيقة وأثرى بها الساحة التاريخية في مصر. يعني كلنا تابعناها، ويمكن صدى البلد كان ليها لقاء مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد موسى، قدم على مدار حلقتين هذا الكتاب. الكاتب الصحفي قدم الكثير والكثير في صاحبة الجلالة وبلاط صاحبة الجلالة، كان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم هو السابق. مشاهدينا الكرام، بتنعى أسرة قناة صدى البلد بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق. خالص العزاء لأسرته والكاتبة أماني درغام، يعني بنتمنى لها الصبر والسلوان على هذا يعني الفقد الكبير. مرة أخرى بتنعى قناة صدى البلد الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق. بقاء والدوام لله أستاذ عيد، بقاء والدوام لله. بس الأستاذ سويق استاذنا كلنا طبعا، ويعني الحقيقه مواقفه الوطنيه مشرفه. كنت لسه معاه من ساعه توقيع الكتاب. صحيح صحيح. الله يرحمك يا ياسر، الله يرحمك يا ياسر، الله يرحمه. والحقيقه احنا يعني بالامس انا عرفت ان هو تعبان، بس يعني الحقيقه الخبر كان صدمه لينا كلنا. الكتاب كان معانا على شاشه سنوات 50، هو تعرض لازمه قلبيه اصابته مفاجئه يعني، فبنتمنى له يعني يا رب الرحمه والمغفره، وبنتمنى لاسرته الصبر والسلوان. يعتبر صلاح واحد يعني رموز الدفعه بتاعنا. صحيح. يعني من نجومها كمان دفعه 86 اعلام. انسان رائع وجميل جدا، انسان متواضع للغايه، وانسان شريف بمعنى الكلمه، يعني انه تعرض بالتاكيد لبعض الاقاويل. مش عايز اقول لك ايه، يعني الصفات كل الصفات الجميله في ياسر. يعني ياسر لما صبه اي غرور عندما تولى، لو كان مساعد للجميع الحقيقه وداعم لكل الناس. صحيح. ليه مواقف انسانيه جميله جدا ومتواضع جدا، وانسان خلوق على خلق، يعني من البشر النادر اللي ممكن تقابليها في حياتك بالمناسبه. يعني فهو يعني خبر صادم للامانه، صادم معنا. هو الحقيقه يعني انا احنا يعني الصدمه كانت على الهواء، بس يعني زي ما بنقول دي سنة الحياة. الله يرحمه يعني ويتغمد يعني رحمته الواسعة إن شاء الله بإذن الله، وكمان خالص الصبر والسلوان لأسرة الفقيد. مرة أخرى فقدت الصحافة المصرية قيمة وقام كاتب كبير يتميز بالوطنية والشرف والعديد من الصفات الرائعة التي يعني خلت إن عنده رحلة طويلة هتدرس بعد كده في الصحافة المصرية. له تلامذة كثر في عالم الصحافة المصرية والعربية، آخر أعماله كانت الكتاب الذي دون فيه ما حدث في مصر بناء على مذكرات كثيرة شخصية وأحداث حقيقية يعني قام بها هذا الكاتب الكبير. تابعت الكتاب يا أستاذ عادل وقريته؟ تشير رائع جدا، موسيقى تاريخية أعتقد سبحان الله، يعني من يعمل ده يوثق لتاريخ هو شاهد عيان عليه. هو الراجل ما قالش انه
ما كان بيكتب تاريخ، هو بيقدم شهاده هو شافها، وكان فاتح هذه الشهاده للجميع يعني ان اللي عنده حاجه عايز يقولها. انا حضرت لما يسكرها. يوم ده لسه الاسبوع اللي فات يوم التوقيع اعتقد كان حاضر عدد من الوزراء والسيد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق، وكان على المنصه الدكتور عمرو الشوكي والاستاذ الدكتور فخر ابو النور اللي كان شارك وقال شهادته كمان، والاستاذ حلم النملم، يعني كان كل اللي موجودين لهم شهادات، لدرجه ان احنا هو طالب ان كله يكتب شهادته، وانا يعني قال ان انا كتبت شهاده عن قرب اللي انا شفتها وشاركت فيها. فهذه الشهاده كانت وثيقه تاريخيه لا يمكن لاحد ان يشكك فيها، وهي وثيقه اعتقد يعني هتدرس، لانها كشفت عن جزء كبير جدا من المعلوم فيما جرى من احداث من 2011 حتى 30 يونيو وما بعدها بقليل. اعتقد انها كانت شهاده جريئه جدا، ودي كانت اول شهاده من شاهد عيان وليس من مراقب او محلل سياسي او متابع، من شاهد عيان شارك وراء ماذا حدث في اخطر ثلاث او اربع سنوات في تاريخ مصر. فاعتقد انه يعني سبحان الله انه يعمل ده قبل وفاته. لا يعني هو كمان يكفينا فخرا الحقيقه واعتزازا بالكاتب الصحفي انه حتى لحظاته الاخيره هو لم يتوقف لحظه عن الكتابه. كاتب عايز اقول لك اللي هو يعني الكاتب ما انفصلش عن الانسان. صحيح. هذا هو ياسر رزق في الحقيقه. كلماته كانت تنبض وطنيه. صحيح. تنفجر بحب مصر، لا احد يزايد على عشقه وحبه لهذا الوطن. صحيح. في اي موقع لم يتغير، لم يتلون طوال الوقت. ياسر رزق هو اللي احنا نعرفه، هذه الشخصيه اللي احتوتها كليه الاعلام في دفعتنا في 86. هو كان الحقيقه دائما الحديث ان دفعه 86 دفعه مميزه وبتشغل الصحافه الان يعني بشكل كبير. عايز اقول لك المواقف الانسانيه لياسر فيه يعني كنا حتى مع شقه ياسر رزق. صحيح. يعني شقه ياسر رزق دي في مدينه نصر يعني كانت ملاذ لكل ابناء الدفعه المغتربين. اي حد يعني يقعد، اي حد يروح. انسان كريم، انسان يعني ما حدش اختلف على حبه ياسر بصراحه. سواء في مهنيته، مهني بشكل غير طبيعي. ياسر من اوائل الناس اللي هم بدأوا العمل في الاخبار سنه ثانيه كليه. دي كانت الحقيقه لقطات من اللقاء الاخير للاستاذ ياسر رزق مع الاستاذ احمد موسى في برنامج على مسؤوليتي في قناه صدى البلد. هو كان بيتحدث عن كتاب سنوات الخمسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص. الكتاب على حسب ما ذكر الاستاذ الكبير ياسر رزق رحمه الله كان استغرق منه سنتين كتابه علشان يقدر ان هو يعني يتحدث عن كثير من المعلومات والحقائق التي عاصرها الشعب المصري في هذه الفترة. سنوات الخمسين ما بين يناير الغضب ويونيو الخلاص احتوت على كثير من المواقف التاريخية التي حدثت، والتي الحقيقة أظهرت وطنية كثير من الأفراد في هذه الفترة، والثبات على المبادئ والثبات على العقيدة. كان اختيار، اعتقد اختيار العنوان كان والحقيقة اختيار. وصلنا الآن أيضا أن النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب ينعى ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح أيضا تنعى الكاتب الصحفي الكبير. الأستاذة إلهام رزق هي بنت مؤسسة دار الأخبار ورئيس قناة إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير جريدة الأخبار، هي أيضا بنت دار الأخبار اليوم. ويعني أعتقد كل صحفيين مصر والعاملين بقناة صدى البلد والصحفيين داخل صدى البلد وموقع صدى البلد افتقدوا هذه القامة، ويتقدموا بخالص العزاء لأسرة الفقيد. رحم الله ياسر رزق، ويعني وغفر له واسكنه فسيح جناته، لأنه إنسان لم يوزي أحد في حياته بالمناسبة. يعني أنت حتى لما تشوفي علاقاته مع زملائه في داخل أخبار اليوم منذ أن كان طالبا في كلية الإعلام وحتى تولى رئيس مجلس الإدارة، لم يوزي أحد. لو تسمع عنه أي
إزالة أحد أو قطع رزق أو إلى آخره يعني. بالعكس كان داعما ومساعدا وكان أول الحاضرين المؤسسة وآخر المنصرفين عنها، وكان يعشق هذه المهنة يعني. فأنا أعتقد أنه هيسيب فراغ كبير جدا للأمانة، مدرسة صحفية حقيقية. صحيح. بالفعل مدرسة معطاءة، ما بخلش عن أي حد، عن حتى زملائه، عن تلامذته، ما بخلش عنه بخبرته بمهنيته وبعلمه. فأنا أعتقد أنه هيسيب أثر كبير جدا، لأنه رسخ لي مدرسة جديدة طور في الأخبار اليوم والأخبار بشكل كبير جدا. يعني أنا أعتقد أنه ياسر هيسيب فراغ كبير جدا للأمانة، والحمد لله أنه بنقول أنه ساب حاجة مهمة جدا. أنا بعتبر حتى أنا قلت له أنه عنوان في منتهى الذكاء. صحيح. عنوان في منتهى الدقة والتوصيف لهذه المرحلة، تتكلم على 50. صحيح. والخمسين هي رياح غريبة ومنفرة ورياح غير حقيقية، ورياح تدعو لعدم الاستقرار وتدعو لحالة من الارتباك. صحيح. وضبابية الرؤية بالضبط هو. صحيح. ما وصف هذه السنوات بسنوات الخمسين كان توصيف دقيق جدا بوثيقة تاريخية لشاهد عيان. صحيح. لم يدعي البطولة كما يفعل البعض، ولم يظهر نفسه أنه كان الصانع ولا كان المحرك كما قرانا في مذكرات الكثيرين أو الكثيرين أو ما يقوم به البعض الآن. صحيح. فتحية إلى الروح ياسر رزق، وجعل الله مع الصديقين والأنبياء والشهداء. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب يتقدم بخالص العزاء وينعى ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، وأيضا يتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة. أيضا تتقدم الكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد بخالص التعازي لأسرة الفقيد، وتنعى ببالغ الحزن والألم الكاتب الصحفي الكبير رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا، تنعى أيضا أسرة قناة صدى البلد وجميع العاملين بها الكاتب الصحفي الكبير، تتمنى له الرحمة والمغفرة، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد. فقدت الصحافة المصرية اليوم كاتب كبير، فقدت صاحبة الجلالة، كان يناضل بقلمه لآخر لحظة دفاعا عن هذا الوطن، كتب العديد والعديد من المقالات التي كانت تدفع المصريين لحب هذا الوطن الغالي والحفاظ عليه. كان مساندا للدولة المصرية في كافة مراحلها التاريخية، كان بيعتز بالمؤسسة العسكرية، وتحدث وقت ما كان الجميع يعني في حالة صمت، كان بيتحدث عنها بمنتهى القوة. الكاتب الصحفي الكبير له كثير من المواقف الوطنية المحترمة، لم يتوقف لحظة عن الدفاع عن هذا الوطن حتى لحظة وفاته. كانت آخر أعماله كتاب سنوات الخمسين بين يناير ثورة يناير وما بين ثورة يونيو 30/6، كانت كثير من التفاصيل والأحداث التي تحتاج لتوثيق فعلي قام بها هذا الكاتب بناء عن أحداث عاصرها وعشها وشافها وتحدث عنها كثيرا. كانت آخر لقاءاته مع قناة صدى البلد في برنامج على مسؤوليتي على مدار حلقتين، قدم فيها الكثير من التفاصيل عن هذا الكتاب واستمع لي كثير من المصريين. مقالات الكاتب الصحفي لم تتوقف في مؤسسة أخبار اليوم، كنا الحقيقة بننتظر معادها يعني علشان نقدر ان احنا نستفيد من هذه الخبرة والقامة في عالم الصحافة. اكيد ان المصريين النهاردة وابناء ياسر رزق في مهنة الصحافة هيحسوا بفرق كبير بفقدان هذه القيمة. يعني مرة أخرى أستاذ عادل، البقاء لله، والحقيقة احنا بنعزي أنفسنا قبل ما بنعزي يعني بالتأكيد. أسرة الفقيد يعني بالتأكيد. كلنا الحقيقة يعني أفزعنا هذا الخبر، ولكنها سنة الحياة. مشاهدينا الكرام، أنا بشكر حضرتك أستاذ عادل، بس إحنا مستمرين مع حضراتكم يعني على الكاتب الصحفي الكبير، لأن الحقيقة ما نملكش إن إحنا نقدم حاجة تانية النهاردة غير عن هذا الكاتب الكبير يعني الذي قام بدور عظيم في الصحافة المصرية. أستاذ عادل، حابب يعني لو حابب توجه كلمة لتلاميذ الأستاذ ياسر.
يعني انا يعني بقول ربنا الهمنا جميعا الصبر والهم الصبر ولهم اولاده ولهم زوجته لاسرته الكريمه، لانه المصاب جالها حقيقه يعني، والفقدان فقدان صعب جدا، لانه مش انسان عادي من وجهه نظري، انسان اثر في اصدقائه واثر في تلامذته واثر في مهنته، كان دايما يعطي النموذج للتضحيه والفداء، نموذج لان حب هذا الوطن لا يتجزا مهما تعرض من مصاعب، انه لا احد يراهن على وطنيه ياسر رزق ولا لحبه لمصر، انسان منتمي بمعنى الكلمة الحقيقية للوطن، لم يعني يرتزق على حساب هذه المواقف أبدا، إنه مهنيته هي التي أوصلته إلى هذا المنصب، عشقه زي ما قلت اللي فات للقوات المسلحة وجيشنا الباسل، واللي خلاه أدرك، وأنا بالمناسبة كمان كان معايا في الجيش، احنا كنا ما هي دفعة واحدة بقى، كان معايا في الجيش كمان، يعني ما كانش بقى في واسطة ولا حاجة. هستأذنك إن احنا يعني حضرتك تفضل معايا، يا ريت يعني تكمل معايا هذه الفقرة يعني لتأبين ووداع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق. يعني خلينا بقى بما إن حضرتك كمان الحقيقة عاصرته في بدايات العام، احلام ياسر رزق ايه اللي كان في فتره الشباب مع الكليه والجيش، ايه اللي كان بيفكر فيه؟ هو ده يعني دائما ياسر، ما كان اعتقد ان كلنا كنا شايفين ياسر رزق، يعني احنا كلنا بنحلم ان احنا نكمل في المهنة، لكن هو كان عنده مشروع اكبر من كده، مشروع انه يبقى رئيس تحرير. هو كان مشروع رئيس تحرير من 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 كليه الاعلام، من سنه كليه، هو الوحيد اللي كان بدا فينا مبكرا، كان بيروح، كنا ساكنين في المدينه الجامعيه بالمناسبه، كان بيروح الاخبار ويرجع على الساعه 2 3 بالليل طول الوقت. هو كان اصغر رؤساء التحرير اللي تولوا في اخبار اليوم، اعتقد ان هو في الفتره الاخيره كان اصغر رؤساء تحرير في دار الاخبار كلها، في اخبار اليوم، ربما كان قبليه، ربما كان احمد بهاء الدين او حاجه كده لما تولى اخر ساعه، 28 سنه، يعني يمكن يكون هو تاني اصغر رئيس تحرير في تاريخ المؤسسه، واعتقد ده كان واضح تماما، لم يكن انسان منبت، يعني ما جاش من فراغ او لا شيء، لكن تاريخ المهني واستمراريته من ساعه ما كان بيتدرب من اولى او ثانيه كليه اعلام في المؤسسه لم ينقطع عنها لحظه واحده، وكان واضح تماما طريق ياسر رزق رايح لغايه فين، احنا كنا شايفين ده، احنا كنا بالنسبه لنا احنا هنشتغل في الصحافه اللي هي حلمنا الاكبر، ايا كان بقى نتولى مناصب ايه ما كانش يهمنا، لكن اعتقد ياسر بمهنيته واخلاصه الشديد جدا ودابه انه يوصل انه يبقى من متدرب لهذه المؤسسة الى رئيس تحريرها ورئيس مجلس ادارتها، وربما البعض يقول لك ده عشان الاستاذ فتحي رزق، كان والد الاستاذ فتحي رزق توفى من فتره طويله جدا، يعني ربما قبل ان يتولى او يعين ياسر او عين بعدها بقليل كصحفي في المؤسسه، لكن هو بمجهوده هو اعتقد ومهنيته وحرفيته، لانه من وجهه نظري اكثر ابناء جيله حرفيه صحفيه. والحقيقه كان كمان ملاحظ على الاستاذ ياسر رزق، والحقيقه انا كمان كنت من الناس اللي تلقوا منه نصائح عديده، هو لا يبخل بالنصيحه يعني الحقيقه، ولا بالدفع ولا بالتشجيع ولا بالمساعده لو كان في ايده ان هو يعمل حاجه، لكن هو كمان الحقيقه من الحاجات الملموسه جدا استاذ عادل واللي يمكن الناس كلها عارفاها، ان هو كمان مع بدايه توليه رئاسه التحرير كان بيهتم بعنصر الشباب، ممكن عشان كده عمل جيل محب لياسر رزق بالتاكيد، وخلى الجرنان بقى فيه حيويه صحيح، يعني كان ان هو يعيد البريق مره اخرى لمدرسه الاخبار واخبار اليوم اللي هي دائما ما كانت مؤسسه شابه لها طابع ومذاق صحفي خاص، ولذلك هو عدى وقاوم كل ما يقال ان الصحافه الورقيه عصرها انتهت، وكان بيحاول
وبكافة السبل أنه يبقى على مذاق الصحافة الورقية من خلال الأخبار وأخبار اليوم، وحرص أن يستمر في الكتابة. صحيح. رغم أنه ساب ترك المنصب، حرص أن يستمر في الكتابة. لا، وكان دايما يقول أنا موجود في مكتبي برضو في دار أخبار اليوم. لم يحدث شيء. لم يحدث شيء. في البعض أو الكثير لما بيترك خلاص يعني ما بيتنحى يعني جانبا وبيبطل كتابة. لكن هي المسألة بالنسبة له فكرة مسألة عشق لهذا المكان وللقلم الصحفي وللكتابة. هي مش منصب إداري على قدر ما هي مهنة امتهنها. لأنه كان دائما ما يرى أنه فيما يكتبه شيء مهم جدا للقارئ أو للشعب بمعنى أدق، لأنه بالفعل ياسر رغم صغر سنه وتوليه مبكرة منصب رئيس التحرير، إنما ياسر كان ربما كان أكثرنا علاقات موثقة وقوية. صحيح. مع الأستاذ ياسر كمان زي ما كان رئيس تحرير لجريدة قومية، هو أيضا تولى رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم في فترة من الفترات، واستطاع عمل توازن رائع يعني من أقصر الفترات اللي كان فيها المصري اليوم يعني موجودة ومتواجدة على الساحة والناس حابة أنها تقرأ المصري اليوم، كانت في فترة تولي رئاسة الأستاذ ياسر رزق. ده صحيح، وتولى رئاسة المصري اليوم و الاذاعه والتلفزيون. والاذاعه ومجله الاذاعه والتلفزيون. دي انا عارفه لان انا واحده من ابناء مسبيه. أيوة. استاذ ياسر رزق فعلا كان رئيس تحرير لمجله الاذاعه والتلفزيون، وايضا العاملين داخل مجله الاذاعه والتلفزيون كانوا بيروا الفرق في اثناء تولي الاستاذ ياسر رزق لرئاسه تحرير هذه المجله فعلا. بس الانسان لا يتجزا. صحيح. هو في الاخبار في مصر اليوم في اي مكان هو خرج من مجلة الإذاعة والتلفزيون لرئيس مجلس إدارة أخبار الأخبار. مؤسسة الأخبار في فترة أعتقد المصري اليوم، لأنه أنا وجهة نظري دائما أنه رئيس التحرير هو نصف سمعة الصحيفة. صحيح. يعني أنا دائما في ظني أنه سمعة الشخص نفسه الصحفي أو الكاتب الصحفي هي نصف سمعة أو شهرة المكان اللي هتولى مسؤوليته. لما راح صديقنا ياسر الله يرحمه المصري اليوم كل على طول انتظر ماذا سيقدم ياسر رزق اللي هو. صحيح. اصبح مؤسسه في حد ذاته للمصري اليوم، مستطاع لانه المصري اليوم يعني البعض قال انها حققت كل شيء، لكن اعتقد انه استطاع انه قدم اضافات كثيره جدا للجورنال المصري اليوم وعدله بريقه وبل أضاف له الكثير جدا سواء على المستوى المهنة أو على المستوى العمل الصحفي، وله موقف مشهودة يعني موقف إنسانية مشهودة الكل يعرفها. يعني ياسر أعتقد هكتب له التاريخ أنه رفض التوقيع على يعني التخلص من بعض زملائه في المؤسسة. صحيح. يعني أعتقد أنه ده من مواقف الإنسان، وهو عمره ما بقول لك لم يأذي إنسان، هي مواقف واحدة متصلة ليست منفصلة في شخص ياسر رزق. وطول هذه هي حياة ياسر رزق، لم يتغير كما يعني غيرت السلطة البعض أو غيرت المناصب البعض. هو ياسر رزق كان مكتبه مفتوح يعني تروح له في أي وقت. صحيح. يعني ده حقيقي. غير معاد ومناسب وانت اكيد ده حقيقي. اه طبعا ده حقيقي. مكتبه مفتوح للجميع. لا استاذنا الحقيقه ولم يبخل زي ما انا قلت باي نصيحه او باي دعم او اي مساعده لو تطلب الامر. هو الحقيقه كان هو اللي بيبادر من غير ما حد يطلب منه. ممكن يعمل اكتر من كده كمان. صحيح. يعني ممكن يكتب هو وممكن مش عارف ايه. صحيح. ودعم لما يشوف هناك موهبه بالفعل في ظل في عصر يعني ندرت فيه المواهب للاسف. صحيح. لما اشوف موهبه بالعكس بيدعمها وبيحتويها وانا لاحظت ان في ناس كتير يمكن ما شافتش الاستاذ ياسر رزق وما تعرفوش بشكل شخصي، لكن لما بيذكر الاسم الحقيقه بيكن له كل احترام وتقدير، وهي دي بقى زي ما حضرتك قلت هي سمعه رئيس التحرير. هو ما كانش من ياسر يعني ما كانش من يعني ايه الشخصيات اللي هو يعني بيندفع للمناسبات الاجتماعيه، الزول في المناسبات الاجتماعيه كثيره او حفلات او لاخره، يعني كان قليل الظهور في هذه المناسبات لانه يعني هذه طبيعته ما كانش فيها يعني هو خجول بالمناسبه. صحيح. في ذاته. صحيح. هو كان وهادئ خجول جدا وهادئ الطباع يعني، وممكن يتعصب او يتنرفز فيما يخص بالعكس يعني لما بتتكلم في حاجه تهم بقى مصر
تلاقيه بقى مندفع بالظبط يعني صوته يعلو لانه صوته الحق فعلا في القضايا الوطنيه لانه كان يملك المعلومات. صحيح ياسر يملك المعلومه، هو يعني دايما كان يؤمن بان المعلومه هي والفكره هي البطل. صحيح. في اي عمل هو كان دايما لما يكلم مع حد يقول له انت عندك المعلومه، يعني ده كان دايما الجمله بتاعته انت عندك المعلومه حتى ولا لما كان مع الاستاذ احمد بوزه برضه يقول له انت عندك معلومه. صحيح فبالتالي هو كان يؤمن دائما لانه المصداقيه والثقه ما بين الكاتب والقارئ هي صدق المعلومات. صحيح لانه يعني الظاهره اللي احنا عانينا منها وبنعاني منها بين قوسين يعني هي ظاهره الاستبطال، ادعاء البطوله بعد فوات الاوان. صحيح. فهي مساله ديت بالعكس ياسر ما رغم انه ما يملكه من علاقات ومن معلومات كثيره جدا، وانما كان مصدر ثقه لاي مسؤول او اي مصدر يتعامل معه. صحيح. ولذلك كانت علاقاته بالمؤسسات او بالمصادر او بالشخصيات او بالمسؤولين علاقات ثقه، ثقه قويه جدا. وعلاقات ربما تحول الى علاقات صداقه. الحقيقه الاستاذه اماني درغام كمان كانت داعمه للكاتب والصحفي الاستاذ ياسر رزق، حتى اللحظات الاخيره يمكن من يتابع صفحه الاستاذه اماني درغام على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يجد انها تنشر كل ما يكتبه الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، جميع من تحدثوا عن انا بعد تاني ان محتاجين ان هذه بقى يعني هذه المقالات ويعني ده ارث للصحافه المصريه درس. ده حقيقي يعني اعتقد يعني اذا كان كتاب وثيقه واعتقد يعني خير تكريم لياسر رزق ان كله يكتب الشهادات. يعني انا الاوان ما دام ياسر هو اللي بدا ودشن فكره كتابه هذه الفتره. صحيح. كشهود عيان، هو انا ما كتب مش تاريخ، كشهود عيان اعتقد ان شهود العيان اللي شهدوا هذه المرحله عليهم ان هم يكتبوا شهادتهم علشان يكون ده خير تكريم ودعم لياسر رزق وكتاب ياسر رزق وهذه الوثيقة اللي كتبها الوثيقة في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة. هناك معلومات مهمة جدا، أعتقد أنه الصح أو كشف الستار عن ما حجره في هذه المرحلة واللي بدأها ياسر دي مسؤولية المسؤولين اللي عصروا هذه المرحلة وشهود العيان اللي شاركوا فيها ان هم يكتبوها عشان الشعب يعرف كل الحقائق. يعني لم يقعد فيه الزمن ان احنا علينا ان احنا نقعد 25 سنة و 50 سنة عشان علشان نكتب التاريخ. خلاص انتهى الموضوع في ظل ثورة التكنولوجيا وثورة المعلومات، واصبح دلوقتي المسألة يجب انه على الاقل يعني نسبة كبيرة جدا من مما جرى ان احنا نعرفه والشعب يعرفه زي ما ياسر بادر وكتب، ولذلك لم يشكك فيه احد. ربما نختلف في واقع وقعتين زي ما اختلف معاه الاستاذ فخر ابو النور، انما لا ينكر الواقع نفسه. صحيح. فبالتالي هي رؤى مختلفة، فعشان كده انه خير تكريم لياسر انه الكل يكتب. صحيح. شهاداته وتبقى هذه وثائق في المكتبة المصرية اللي عايز يطلع عليها. واعتقد انه ممكن انه كتاب اخبار اليوم تنشره على حلقات او تطلع منه، على فكرة كان عامل على حسابه انا يعني ما كمان يعني. فبالتالي انا اعتقد انه تعمل منه طبعات شعبية رخيصة تتوزع على الناس وفي معرض الكتاب اعتقد انه يكون خير كمان تكريم انه يتم الاحتفاء بالكتاب وعقد جلسات نقاشيه حوله. صحيح. وحتى لو تبنته الهيئه العامه للكتاب بطرح بوعد يعني انه بطرح في اعتقد انه هيكون هناك تأبين يليق بالكاتب الصحفي الكبير. مش تأبين بكلمات، تأبين بافعال، اتمنى ذلك سواء بالمؤسسه بنشر الكتاب على حلقات. صحيح. ده مهم جدا الناس تعرف، وانه يتم طبع الكتاب في نسخ او طبعات شعبيه ويكون الكتاب محط جلسه. يعني كان في زمان ما اعرفش جلسات بتحصل في معرض الكتاب لو تفتكريها. فاعتقد ده بقى. صحيح. محور مهم في المناقشات. صحيح. اللي ممكن تتم داخل المعرض من كبار المثقفين، وتم دعوه حتى شهود العيان ليكملوا هذه المسيره. صحيح. اللي بداها ياسر رزق يعني. صحيح. حقيقه يعني انا شخصيا على المستوى الشخصي ما كنتش اتمنى ان انا اكون موجوده على الهواء واعلن
خبر وفاة الكاتب الصحفي الكبير أستاذي وأستاذ العديد من العاملين في مجال الإعلام الأستاذ ياسر رزق، لكن هو قضاء ربنا يعني يا أستاذ عادل. هو بس ربما ده كان حاجة كويسة، لأن احنا الحقيقة على معرفة بالأستاذ ياسر رزق وحضرتك يعني أكيد عشرة عمر معاه، فيبقى خير من يتحدث عن الكاتب الصحفي. ده حقيقي. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي أستاذ عادل أسنهوري رئيس التحرير التنفيذي ليوم السابع، شكرا جزيلا، شرفتيني ونورتني يا فندم. ونعز الشعب المصري ونعز أنفسنا ونعز زوجته الكريمة وأولاده طبعا. ربنا يلهمهم الصبر والسلوان، ورب يكون يعني مثواه الجنة يا رب بإذن الله. اللهم أمين، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، بينعى النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، فقدت المهنة كاتب عظيم، كما تنعى أيضا ببالغ الحزن والأسى الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد ورئيس تحرير ومدير تحرير بجريدة الأخبار الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، ويتقدم العاملين بقنوات صدى البلد وموقع صدى البلد بخالص التعازي للكاتب الصحفي الكبير، واللهم يلهم ذويه الصبر والسلوان. قناة صدى البلد وجميع العاملين بها ينعون ببالغ الحزن والأسى رحيل الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق، وأنا شخصيا بتقدم بخالص العزاء في وفاة هذا الكاتب الذي أسرى الصحافة المصرية بالعديد والعديد من المقالات، كانت مدرسة حقيقية ملهمة بكثير من الأفكار وداعمة لكثير من الشباب، له تلامذة كثر في مصر في جميع المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الخاصة تتلمذوا على يد هذا الكاتب الصحفي الكبير. آخر أعماله كانت كتاب يوثق فترة تاريخية يعني عظيمة وخطيرة في حياة الأمة المصرية، كتاب سنوات الخمسين، كان يتحدث فيها عن ما بين ثورة 25 من يناير وثورة يونيو وكثير من الأحداث الهامة التي حدثت في خلال هذه الفترة التي بالفعل كانت تحتاج لتوثيق، وكان دائما ما يدعو الجميع للإدلاء بشهادته عن هذه الأحداث وأنه يستطيع أن يكتب ذلك بنفسه. الكاتب الصحفي كانت له كثير من المقالات الحقيقة بتستحق القراءة، لأنها أيضا كانت بتدعم الدولة المصرية الوطنية في أدق لحظات تاريخها، قدم الكثير والكثير من الأعمال الصحفية التي تستحق التكريم. مرة أخرى بيننا ببالغ الأسى فقدان الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق، ونتقدم بخالص التعازي لأسرته والكاتبة الصحفية الأستاذة أماني درغام التي كانت تدعم لآخر لحظات هذا الكاتب العظيم الذي يستحق كل الدعم والتقدير من الدولة المصرية وجميع العاملين في مجال الصحافة. مشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم، مستمرين معاكم صباح البلد. يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان، أهلا بحضراتكم وفقرة جديدة من صباح البلد. النهاردة هنتكلم عن مشكلة انعدام الحيوانات المنوية، لأنها واحدة من المشاكل اللي بتقلق أي راجل بيعاني منها النهاردة، لكن دايما الاكتشاف المبكر ليها أو دايما لأي مشكلة هو بيساهم بشكل كبير قوي في تفادي المشكلة دي أو في تفادي حدوثها أصلا من الأساس أو انعدامه. لكن إزاي أصلا الراجل يكتشف أن هو عنده المشكلة دي في وقت مبكر، يكتشف الموضوع ده بدري علشان يتعالج طبعا بدري؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة باستفاضة مع ضيفي اللي منورني النهاردة دكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. ياسين، نورنا وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك. يمكن يا دكتور مشكلة انعدام الحيوانات المنوية زي ما احنا قلنا دي مشكلة كبيرة جدا النهاردة بيعاني منها الرجل، ويمكن هي من أكبر المشاكل اللي بيعاني منها الرجالة النهاردة. خلينا دكتور نعرف يعني إيه أو إيه هي أسباب الأول انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي النهاردة علشان نعرف نحل المشكلة دي. طبعا هي مشكلة انعدام الحيوانات المنوية من المشاكل الصعبة جدا، وصعبة جدا على المريض ان هو يتقبلها في البداية، لان طبعا مجرد ان هو عمل تحليل ما لقاش فيه حيوانات منوية بتبقى صدمة شديدة يعني. ولكن هي الفكرة لو عرفنا ان في حلول وان نسبة النجاح في ان يتوجد عنده حيوان منوي
بتكون نسبة مش قليلة. يعني فرصة الناس دي ان يتوجد عندهم حيوانات منوية قد ايه؟ حوالي 60%. يعني 60% او 6 من كل 10 رجالة بيتوجد عندهم حيوانات منوية، وبنسبة كبيرة بتبقى المشكلة قابلة للحل. صحيح. لكن في 4 دي اسمت ربنا عليهم، محدش هيقدر يغيرها يعني. طيب دلوقتي انعدام الحيوانات المنوية ايه اسبابه؟ اسبابه السبب رقم 1 عالميا ان هو حاجة خلقية، يعني ان الزوج يبقى مولود عنده ضعف في النسيج الخصي حاجة خلقية. عيب خلقي. بالظبط كده. طيب نسبة اصلا حدوث انعدام الحيوانات المنوية قد ايه؟ لو قلنا ان كل 8 رجالة عندهم تأخر انجاب، في منهم واحد عنده انعدام في الحيوانات المنوية، نسبة مش قليلة. يعني اكاد اقول لك ان احنا عندنا تقريبا 50-60% من مترددين علينا في المركز هم مشاكل انعدام حيوانات منوية. تمام. دي نسبة كبيرة جدا يعني. طيب السبب الرئيسي قلنا هو ان دي إن حاجة موضوع خلقي. في مشاكل هرمونية بتؤدي لانعدام الحيوانات المنوية. في بعض الناس بيتولد بمشكلة في الغدة النخامية، يكون عنده افرازات الغدة النخامية دي بتكون ضعيفة من البلوغ، فتبتدي الهرمونات دي تبقى قليلة في جسمه، فيبتدي يبقى عنده تأخر في نمو الخصيتين، والتأخر في نمو الخصيتين يؤدي إلى تأخر في البلوغ، وبالتالي الخصية نفسها ما بتتطورش، ما بتكبرش الكبر الطبيعي بتاعها، فيفضل يبقى عنده تأخر في الإنجاب. في مشاكل جينية زي مشاكل الكلاين فلتر مثلا، ومعروف طبعا عند ناس كتيرة من الحالات. في بعض الناس اللي بيبقى نتيجة ان هو تعرض، يعني ربنا يعافينا جميعا، لعلاج اشعاعي، علاج كيماوي، بيحصل عنده مشاكل زي دي. في بعض الناس اللي بيبقى عنده دوالي بدرجة عالية تم اهمالها لسنوات طويلة بتخلي عنده انعدام في الحيوانات المنوية. فهي اسباب كتيرة جدا 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 تخلي انعدام حيوانات منوية. في سبب الرئيسي اللي هو في سبب رئيسي جدا وهو الانسداد، ان مثلا الانبوبة اللي بتنقل الحيوانات المنوية هو مولود من غيرها، ان القناة القاذفة دي مش موجودة أو مسدودة بشكل ما. فهي دي الحاجات اللي بتؤدي إلى انعدام الحيوانات المنوية، مشكلة الانسداد أو مشاكل الضعف اللي احنا قلناها دي. تمام. طيب هل يا دكتور وضع طبيعي أن وجود سائل منوي معناه أن طبيعي موجود حيوانات منوية، ولا دي معلومة لا غلط؟ لا طبعا دي معلومة غلط، لأن مش مجرد أنه موجود فيه قذف وفيه سائل منوي وعلاقة زوجية طبيعية أن خلاص الزوج ما عندوش مشكلة. دي حاجة ودي حاجة تانية، وده اللي بيتم تشخيصه طبعا عن طريق فحص السائل المنوي. طيب الحالات يا دكتور اللي بتعاني من انعدام تام لوجود حيوانات منويه، هل ليها علاج النهارده، ولا حتى لو هو الموضوع عندهم عيب خلقي ملوش للاسف علاج؟ زي ما قلنا الحالات الاصعب مش حالات الانسداد، حالات الانسداد قدامها فرص كبيره، اولها ان الحيوانات المنويه يتم استخلاصها من الخصية او نعمل بيها حقن مجهري، او ان يكون مكان الانسداد ده واضح وظاهر بالنسبه لنا فنقدر نفك الانسداد ده ويخلف طبيعي، وده بيتم يعني في ناس كتيره. تمام. طيب حالات بقى ان هي الكسل او حالات الخلل الوظيفي بتاعه الخصية، عندنا 60% منهم نقدر نوجد عندهم حيوان منوي اقل ما فيها انه هيستعمله للحقن المجهري، ففي نسبه كبيره في الانجاب. ولكن هي طريقه العلاج اللي بتحدد نسبه النجاح. يعني هل انا كدكتور بدي للحاله بتاعتي مجهود ان انا اشخصها عشان اعرف الحاله دي الانسب ليها ايه، ولا ان انا بدخل على طول على فتح الخصيه؟ لان حالات كتيره بتجيلنا اللي هو دخل على طول حالات انعدام حيوانات منويه تعمل على طول مسح ميكروسكوب للخصيه بدون علاج، ولكن دي للاسف الحالات دي بيكون طالما ما فيش تحضير كويس ما فيش علاج كويس، الامل فيه انه يدخل يعمل يعمل مسح ميكروسكوبي ويلاقي حيوانات منوية بكل حوالي 15%. هنا يا دكتور يعني الموقف بيتوقف اكتر على الدكتور طبعا. طبعا لو هو فهم الحاله، يعني هحكي لحضرتك حاجه. انا جالي راجل، الراجل ده هو يعني جاي يعمل مسح ميكروسكوبي، انا عندي انعدام حيوانات منويه، قالوا لي هتعمل مسح ميكروسكوبي، انتوا اشهر مكان افضل امكانيات، انا جاي. تمام. فانا لما شفته لقيت ان مشكلته هي مشكله ضعف في الهرمونات. هو صحيح حجم الخصيتين ضعيف ولكن في ضعف في الهرمونات، فده لا يصح لي ان احنا نعمله مسح ميكروسكوبي للخصيه مباشره. تمام. فكان قرار ان احنا لا، احنا لازم نظبط هرموناتنا الاول. ولما نظبط هرموناتنا كانت مفاجاه بالنسبه له
هي ظهور حيوانات منوية. لضبط الهرمونات في عنده امل حوالي 20% ان تظهر حيوانات منوية. تمام. وهو ده اللي تم. سبحان الله، مجرد ما خد العلاج ظبطت هرموناته وابتدت تظهر عنده حيوانات منوية. تمام. عمل حقن مجهري ودلوقتي معاه اولاد. فهي الفكره كده ان احنا شخصناها، مش التشخيص المظبوط طبعا. مش حكايه ان هو ايه انا جاي اعمل عملية. حاجه معينه، لا هي مش كده، احنا شخصناه صح، ابتدى يظهر عنده حيوانات منوية، ما احتاجش المسح الميكروسكوبي واتعالج. بعض الناس تانيين، واحد تاني مثلا هرمون الذكوره بتاعه قليل، ما جالي عامل عمليه، انا عملت مسح ميكروسكوبي وللاسف ما لقيتش حيوانات منويه. فبشوف براجع الفحوصات بتاعته، كان الراجل كان عنده دوالي من الدرجه الثانيه وعنده خلل شديد في هرمون الذكوره ضعيف جدا. فقلت له طب احنا البلان بتاعتنا ان احنا نحاول ننشط الخصيه نعالجها. طب علاجها ايه يا دكتور؟ رقم واحد الدوالي دي بتعمل ضعف، تشيلها تظبط هرمونات الذكوره. اثنين دول لما تموا ابتدى يظهر عنده حيوانات منوية في السلال المنوي. تمام. وده امر متكرر بنسبه 20% من الحالات. وللاسف ان هو اصلا كان ماشي في اجراءات غلط وتم تنفيذها كمان. بالظبط يعني. كده فده لو من البدايه يمكن كان نسب نجاحه كانت موجوده وما كانش ضيع وقت. طبعا. يمكن يا دكتور حضرتك من شويه ذكرت ان في علاقه مباشره بين دوالي الخصيتين وبين انعدام الحيوانات المنويه. صحيح. خلينا نتكلم اكتر شويه في الموضوع ده. طيب هحكي لحضرتك قصه صغيره عشان نعرف. أنا جالي شاب، هو أخته دكتورة فجابته لي، شاب عنده 20 سنة. تمام. كل الحكاية كان بيشتكي من وجع في الخصية، خليته عند الدكتور، عمل تحليل سائل منوي أشعة، أشعة فيها دوالي درجة ثالثة، تحليل انعدام حيوانات منوية. فالدكتور قال لا والله أنا ما أعرفلوش حاجة غير إن هو يعمل تفتيش ميكروسكوبي. شاب 20 سنة هيعمل تفتيش ميكروسكوبي مش متجوز، كلام مش منطقي. مش يعني. منطقي. فابتدت إيه؟ جابته لي. فكان قرار ان انا اصلح اساس المشكله، اساس المشكله في دوالي كبيره هي اللي خليته. الراجل ده كان ممكن من 5 6 سنين كان عنده حيوانات منويه. عملنا العمليه بتاعه الدوالي وابتدينا نديله علاج حسب الهرمونات تنشيطي للخصيه. الراجل ده بعد حوالي 9 شهور ابتدى يظهر عنده حيوانات منويه بشكل طبيعي. تمام. وده حاجه ممتازه، مجرد ان اتوجد حيوانات منويه في السائل المنوي خلاص تحول من شخص ما عندوش فرصة في الإنجاب لشخص عنده فرصة، شخص طبيعي خلاص يعني يقدر يبدأ حياة زوجية بصورة كده. طبيعية مش هيبقى حاسس إن هو عنده إعاقة، لا عنده فرص في الإنجاب وفرص إنجاب كويسة. أقل ما فيها حيوانات منها مجرد ظهورها يقدر يعمل حقن مجهري من غير حتى ما يفتش في الخصية. حالات تانية وأهمها جدا حالات اللي هي بتعمل تفتيش ميكروسكوبي للخصية، العلاج قبل التفتيش الميكروسكوبي للخصية بيفرق كتير في نسب النجاح. تمام. يعني كتير جدا من الحالات بتجيلنا ما تعالجتش ودخلت عملت تفتيش ميكروسكوبي، لما بنبتدي معاها خطوات العلاج ونكرر المسح الميكروسكوبي يكون النتيجة مختلفة، ان احنا نلاقي حيوانات منوية. وكمان الفكرة بس مش العلاج والتحضير، امكانيات المسح الميكروسكوبي طبعا بتفرق كتير. طيب خلينا يا دكتور نقول يعني ايه اصلا عينة من الخصية، او يعني ايه مسحة ميكروسكوبية من الخصية؟ تمام. دلوقتي هو في حاجات كانت موجودة زمان اللي هي العينات العادية بتاعت الخصية، ودي المفروض ان هي خلاص اتمنعت. اي مريض انعدام حيوانات منوية هيعمل عملية على الخصية انه يفتش على حيوانات منوية لازم تبقى بالميكروسكوب، مسح ميكروسكوب الخصية لازم، يعني مفيش حاجة تانية. تمام. أي حاجة غير كده تعتبر خطأ طبي. إيه يا دكتور ممكن مريض يروح لدكتور يقول له أنت هتعمل كده، المريض يبقى فاهم إن ده غلط. أي بالظبط كده، هي الفكرة كده، أنا جراحة إيه؟ عادية هنسحب بالإبرة، هنعمل سحب الإبرة دي. تمام. أو جراحة العادية في حالات الانسداد. كل ده دلوقتي لا. حالات الانسداد بس. أوكي. لكن حالات الخلل الوظيفي في الخصية مسح ميكروسكوبي للخصية. لأن هي دي اللي فيها أعلى فرصة من فرص النجاح اللي إحنا بنقول عليها. حلو قوي. ولازم يبقى متحضر كويس. طيب هيتطلب إيه؟ لازم يبقى فيه ميكروسكوب، ميكروسكوب متطور طبعا، ويمكن ده اللي احنا موفرينه في ال3 فروع الموجودة عندنا. تمام. في القاهرة وطنطا واسكندرية 3 فروع فيهم كافة الامكانيات، ميكروسكوبات متطورة جدا. الحاجة التانية ان المكان يكون فيه معمل اجنة او معمل حقن مجهري مجهز للعمليات دي. تمام. والمعمل ده مش فكرة بس ان الدكتور شاطر في المسح الميكروسكوبي ومعاه ميكروسكوب متطور وعارف يشتغل كويس، لا، ان يكون معاه فريق طبي في معمل الاجنه. فريق الطبي بتاع معمل الاجنه دي يكون مهارته عاليه، لان ده اللي بيكمل شغل الدكتور. صحيح. لان لو معمل الاجنه بتاعه ما هوش قوي يبقى فرصه ان هو ممكن الدكتور يطلع الاماكن اللي فيها حيوانات منويه هم ما يشوفوهاش. صحيح. فلو الاثنين في ما بينهم
كفاءة عالية. الاثنين دول هيبقى في نجاح عالي جدا جدا في نسب نجاح الحقن المجاري، وده اللي احنا بنشوفه. يعني احنا شايفين موجود دلوقتي حاليا على ارض الواقع نسب نجاح بتوصل ل 50 و60%، فده اللي بيخلي الامل بيتجدد عند الناس طبعا. فهي الفكره كده، ان لازم يبقى في ميكروسكوب قوي. الميكروسكوب ده هو اللي بيوضح لي ايه فكرة. ان انا لما بفتح القصة انا بفتحها زي الكتاب، لان انا بدور على بؤر منوية. البؤر دي ليها شكل معين، انابيب بتكون ليها التواءات بشكل معين، انتفاخ بشكل معين، لون معين، لان هي دي الانابيب اللي ليها الشكل الطبيعي اللي عندها مقدرة على ان يبقى فيها حيوانات منوية. تمام. دي كأني بدور على انا دايما بقول للناس كده، كأني بدور على ابرة في كوم قش. لو انا معايا تكبير حاضر عليها، لو معيش هتبقى صعبة كتير. فدلوقتي انا لما اقدر اوصل للبؤر المنوية دي اقدر ان انا اخدها، لان دي هي اللي فيها فرصة كبيرة لوجود الحيوانات المنوية. لو معايا ميكروسكوب مش كويس مش هقدر اشوف. لو انا خبرتي مش كويسه مش هقدر اشوف. لو انا معمل الاجنه اللي معايا مش كويس مش هيقدروا يشوف. فهي الامر مركب جدا، والامر يحتاج اماكن متخصصه بكفاءات عاليه. تمام. طب نقدر يا دكتور نحدد الدواعي الطبيه المطلوبه او لعمل المسح الميكروسكوبي لحالات معينه، ولا اي حاله تقدر تيجي للدكتور وتطلب المسح الميكروسكوبي؟ طيب، الدواعي الطبيه رقم واحد هو ان انا اشخص الحاله بتاعتي ان هي حاله خلل وظيفي في الخصية، يعني الخصية نفسها ضعيفة مش قادرة ان هي تنتج حيوانات منوية. الحاجة التانية ان انا احدد هل الخصية محتاجة علاج قبل العملية ولا لا، لان ده بيفرق جدا في نتيجة العملية. العلاج ده قد يكون ايه؟ العلاج ده قد يكون ان يبقى عندنا دوالي مؤثرة يحتاج ان يتم ازالتها الاول عشان تنشط الخصية. ان العلاج الهرموني المفروض المريض ياخده لو في خلل هرموني عشان يتعالج، اللي هو بنسميه احنا التحضير الجيد. رقم ثلاثة اللي هي تفاصيل العمليه. تمام. ان انا احضر المريض بتاعي بشكل كويس، وان انا احضر بقى يبقى معايا الميكروسكوب الكويس والمكان الكويس. تمام. حاجة دي. طيب، حاجه دكتور مهمه خلينا نختم بيها النهارده فقرتنا. هل لو مريض عمل قبل كده او تم فتح الخصيه بالطرق التقليديه العاديه او القديمه اكتر من مره، هل ده في خطوره على المريض ده لو جه تاني؟ طبعا. الفكرة دلوقتي ان الطريقة العادية للأسف بتسيب زي ما بيقول كده بتسيب علامة جامدة، يعني بتدي درجة من درجات التليف، وده بيصعب شوية من العملية بتاعته. بالظبط كده. فعشان كده احنا ما ينفعش ان احنا نلجأ للطريقة التقليدية. ما ينفعش خالص ان احنا نعمل عينة عادية او عينة بالإبرة، لان كتير جدا بنشوف منها مشاكل. الطريقة الوحيدة المعتمدة حاليا هي التفتيش الميكروسكوبي للخصية بالضوابط اللي احنا قلناها. تمام. بالطريقة اللي احنا شرحناها، بالكواليتي العالية اللي هي متوفرة وموجودة. تمام. في مصر في أماكن كبيرة، في مركز مصر طبعا. صحيح. ويمكن حضراتكم دلوقتي من أهم وأكبر المراكز اللي عندها أحدث التقنيات دلوقتي موجودة مجهزة بصورة يعني كافية جدا إن هي تطلع نتائج يمكن أحسن ما المريض كمان متوقع. هي دي هي ده المطلوب في طبعا كل يعني طبعا. ده الطبيعي اللي المفروض يكون موجود. مريض متعلق. صحيح. في رقبتي وعاوز طبعا امل في العلاج. دي امانه علميه طبعا. صحيح. انا بشكر يا دكتور حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا وشرفتنا. دكتور ياسين الفي استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. خلصت فقرتنا، استنونا وفقرات مختلفه من صباح البلد.